طيب خلينا نطير إلى أمريكا ونطمنكم على معالي الموسيقار تركي الشيخ. النهاردة الحمد لله رب العالمين، يعني كان لي الانفراد ونقل مني العالم كله، العالم العربي كله، الأخبار الخاصة بمعالي الموسيقار تركي الشيخ. خليني بس الأول أتمنى السلامة لمعالي الموسيقار تركي الشيخ، وخليني بس عايز عشان الناس اللي بتقول عبد الناصر بيتكلم، يعني الحمد لله ما بنقول لكمش كلام إلا صدق. لما قلنا لكم الراجل لا يتاجر بالمرض، كان بعض الموتورين والكتائب الإخوانية قعدت تقول تمرض سياسي على كان خايف وكان موضوع الأهلي وبيتاجر، وقلنا الراجل حالته صعبة وهو الآن ما بين الحياة وما بين الموت، يعني الحالة صعبة للغاية. وكان هناك كلام عن تدخل جراحي حتى صباح اليوم، الكلام اللي واصل اليوم من المستشفى ولم نتأكد منه بعد، هنتأكد بكرة بالتفصيل، الكلام اللي واصل ان ربما يتم صرف النظر عن المنظار نظرا لسوء الحالة الصحية. طبعا مستشفى ويل كورونيل الطبي بنيويورك يعملون على قدم وساق لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه، ولكن الامر صعب. حتى اكون صادق معكم، انا لا استرحم احد ولا استجدي احد ولا أتاجر بمرض أحد ولا أطلب الدعاء بالعافية لحد، ولكن اللي أنا عايز أقوله إن هذا الرجل كان صادق عندما قال أنا أصارع مرض يهزمني مرة أهزمه مرة ويهزمني مرات. كان صادق عندما قال أهزمه مرة ويهزمني مرات. معالي المستشار تركي الشيخ حتى الآن في غيبوبة، ربنا سبحانه وتعالى يشفيه. هو خارج نطاق حياتنا في غيبوبة، يستحق الدعاء، ولكن أن أجد شامتين فيه فهذا شيء لا يستر إلا من سافل أو منحط، ليس في داخله إنسانية ولا رحمة، والحمد لله ليس من بيننا كمصريين. يعني شايف حضرتك، يعني أنا أقرا لك خبر بس في منتهى الاستفزاز، دار الرادار القطري، دار الرادار القطري، شايف دي دار الرادار القطري، حاجة قطرية، شايف اهو، شايف كاتبيني حضرتك، تدهور مفاجئ في صحة تركي الشيخ، دعواتكم عليه هو وسيده، يقصد جلالة الملك سلمان، ربنا يديله الصحة والعافية. الحمد لله، يعني جلالة الملك سلمان ربنا ينعم عليه بالصحة والعافية وطولة العمر، خرج من المستشفى أمس، وكانت هناك فرحة عارمة في المملكة العربية السعودية، وتهانينا بخروجه بالسلامة، وربنا ينعم عليه دائما بالصحة، خادم الحرمين الشريفين وعاشق مصر، هو وولي عهده الأمين وهذه الحكومة المحترمة الرشيدة، رغم عن أنف أي كلب وأي حد. ولكن يعني أنك أنت تكتب، شوف شوف، وبعد كده تجد واحد سافل يقول لك إيه، يقول لك ادي عليه بما يستحق. شايف يا أخي، عندما يكون الإنسان في مرض أو بين يدي الله، يعني من غلظت قلوبهم بهذا الشكل لا يستحق سوى البسق على وجوههم لأنهم غير محترمين. يعني ادعوا للرجل بالرحمة. شايف حد دار صحفية قطرية زبالة، شوف تدهور مفاجئ في صحة تركي الشيخ، دعواتكم عليه وعلى سيده، الله يلعنك ويلعن اليوم اللي حد خلاك تكتب فيه، لأنك أنت لولا إنسان ملعون معدومة منك الإنسانية ما كتبت هذه الكلمات. يا أخي أنت لو عدو هتقول اللهم لا شماتة، لا شماتة في المرض ولا شماتة في الموت، فكلنا بين يدي الرحمن يغير ويقلب أحوالنا ما بين رمشة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. خليني أنفرد معاكم بصور وصلتني من نيويورك لمستشفى ويل كورونيل الطبي التي يرقد بها تركي الشيخ أبو ناصر للعلاج. ده أحد مداخل المستشفى أهو، يمكن بس عشان الناس تبقى عارفة، ده أحد مداخل المستشفى، مستشفى كورونيل الطبي بنيويورك. كمان هتجول معاكم في المستشفى في هذه الصور الخاصة. كنا حصلنا على مجموعة من الصور. وده برضه
المستشفى من جانب آخر، العالم كله العربي اهتم بمعالي المستشار تركي الشيخ وحالته الصحية، والكل تناقل يعني أين يعالج. حصلنا على ما هو متاح من الصور بعد أن علمنا أنه يرقد في مستشفى كورونيل الطبي ويحظى باهتمام كبير هناك. وطبعا ربك سبحانه وتعالى عنده العفو والعافية، وربنا سبحانه وتعالى يعني يمن على كل مريض، ادعو لكل مريض بالشفاء. هذه برضه صورة أيضا للمركز الطبي بنيويورك. الحالة الصحية صعبة وغير مستقرة. يمكن الخبر اللي أنا انفردت به الفجر تناولته العديد من وكالات أنباء العالم والصحف. خليني يمكن إرم أحد إرم نيوز، أحد أهم المواقع العربية. بعد تدهور صحته تركي الشيخ يصل نيويورك لإجراء عملية جراحية في المخ. دي بعض المواقع التي تحدثت عن الحالة الصحية للمستشار تركي الشيخ. وأنا بشكر إرم نيوز لأنهم محترمين جدا، ويمكن ذكروا ونقلوا يمكن أهو نقلا عن عبد الناصر زيدان، أهو يمكن نقلا عن عبد الناصر زيدان، وخدوا الفيديو كامل اللي أنا عملته الفجر وتحدثوا فيه عن الحالة الصحية، وكمان المكالمة أو المكالمة الهاتفية المهمة اللي أجريناها مع الدكتور أمجد حنا من أمريكا، واللي شرح فيها بعض من الأمور الصحية الخاصة بالمستشار ترك. طبعا أيضا نقلا مننا وبعدينا اليوم السابع تطور مفاجئ في حالة المستشار ترك الشيخ الصحية استدعت سفره إلى نيويورك. ده اليوم السابع. كمان بس عشان الناس بتسأل يعني تعرف مدى اهتمام الصحافة كلها برضي أنباء عن تدهور الحالة الصحية للموسيقار تركي الشيخ. العرب اليوم أهو، جريدة العرب اليوم أهو، أنباء عن تدهور الحالة الصحية للموسيقار تركي الشيخ. ممكن وأنا بعرض الكلام بيطلع عكسه، بس أنا بوريكم كمستند يعني، لكن أنا بقرأ لكم لأن لازم يطلع الكلام معكوس عشان بس الناس تخلي بالها يعني. أيضا ال كلمة الأردن تدهور الحالة الصحية للمستشار تركي الشيخ ووصوله إلى نيويورك للعلاج، ومدعوم الخبر بالصور. وكل ده خد نقلا عن عبد الناصر زيدان، يعني كله خد نقلا عن عبد الناصر زيدان، سواء الصور اللي نزلناها أو سواء تفاصيل الحالة الصحية والمداخلة الهاتفية للمستشار لحالة المستشار تركي الشيخ اللي شرحها لنا الأستاذ أمجد، الدكتور أمجد حنا. معركة تركي الشيخ المرضية، أهزمه جولة ويهزمني جولات. ده المصري اليوم أهو، المصري اليوم برضه عملت هذا التقرير عن الحالة الصحية لمعالي المستشار تركي الشيخ. أيضا من الحاجات اللي رصدت نقل تركي الشيخ إلى أمريكا بعد تدهور حالته الصحية. ده برضي الموقع من المواقع المهمة في الوطن العربي، سبونتيك عربي الصفحة الرئيسية أهو، ده الخبر أهو. أيضا بعد الصحف الأجنبية المترجمة إلى العربية زي روسيا اليوم وزي بعض التايمز الأمريكية والسي إن إن للمرة الثانية خلال عام، تركي الشيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجئة وحالته خطرة أهو زي ما أنتم شايفينه أهو. يعني اهتمام واسع جدا جدا جدا، يعني كما قيل انه كان في اعلان رسمي من المملكه العربيه السعوديه عن سفر تركي الشيخ بعد تدهور حالته الصحيه. يعني خليني برضي اقول لكم برضي الاستاذ احمد راقي اللي انا بشكره جدا جدا على تويتر، نقل ما كتبته في اكثر من تغريده
وكتب عن الحالة الصحية للمستشار ترك الشيخ. طيب سريعا كده خليني بعد ما طمنتكم يعني الحالة وضعها ايه، وليس هناك جديد عما قاله الاخ الدكتور امجد حنا، علشان كده ربما يكون هناك جديد سنعرفه في الليفات القادمة ان شاء الله بإذن الله خلال الساعات القادمة، ولكن حتى الآن ليس هناك جديد عما قاله صديقنا المحترم الدكتور أمجد حنا. ولكن خلينا نطير إلى نيويورك، ومعنا هذه المرة صديقنا الصعيدي ألو؟ الجدع، صديقنا الصعيدي الجدع الأستاذ عبد المنعم تقادم، صديقي العزيز عبد المنعم تقادم من نيويورك. والصديق عبد المنعم تقادم كان زار مستشفى والكير بنيويورك التي يتعالج فيها معالي المستشار تركي آل الشيخ المرة القادمة، وأرسل لنا صور للمستشفى، وكمان هو لي بعض الصور كانت أمام المستشفى. عبد المنعم تقادم حبيبنا وأخونا وصديقنا من نيويورك، السلام عليكم يا أستاذ عبد المنعم. عليكم السلام يا استاذ عبد الناصر، مساء الخير عليك وعلى الساده مشاهدينك الكرام، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير ويرفع البلاء عنا جميعا ان شاء الله. الأول طمني عليك وعلى المصريين في نيويورك يا أستاذ عبد المنعم. والله أطمنك على المصريين، هم الحمد لله دلوقتي بخير، الكورونا خفت شوية مش زي الأول، ولكن ربك سبحانه وتعالى هو المنجي، ده اللي بنأمله من الله سبحانه وتعالى يعني. طب استاذ عبد المنعم، يمكن تابعت معايا بعد اللايف وكلام الدكتور امجد حنا كطبيب متخصص بعد نعم اتصالات مع المستشفى وما هو متاح، وانفردنا بكل هذه الامور، ولكن من خلال زيارتك للمركز في الفتره الاولى اللي كان فيها المستشار تركي آل الشيخ، يعني انا عارف انك انت رحت بعد ما خرج او في اليوم اللي خرج فيه، ولكن هل لديك اي معلومات او كتب شيء في المواقع او الاعلام الامريكي او اي تسريبات عن الحاله الصحيه من خلال الاعلام؟ لا، الاعلام ما تداولهاش كتير، بس انا اتصلت الصبح الساعه 8 بتوقيت نيويورك، اتصلت على الانفورميشن اوبريتور، قالت لي هيم انتر زي اكسمينيشن ديبرمنت، يعني ان الشخص اللي انت بتسال عليه ده دخل فحوصات يعني. فطبعا ما بيدكش هنا اي تفاصيل على المريض او حاجات شخصيه بخصوص مرضه، طبعا هنا ما بيدوش الحاجات دي. قالت لي هو ان هو دخل الفحص يعني، بس هي ما تعرفش اي معلومه تاني، يعني ما تقدرش توصل حاليا لاي معلومه، الا اذا بقى ان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه نروح المستشفى راسا، ندخل المستشفى ونوصل للجناح الخاص بتاعه، ممكن نوصل لاي معلومه. اما بالنسبه للمستشفى، المستشفى فيها يعني على اعلى صراحه، يعني على اعلى، يعني اقول لك ايه، 7 ستار، حاجه شيك جدا. وفي على فكره في دكتور مخ واعصاب حصل على النوبل في المستشفى ديت. حصل على معايا استاذ؟ ايوه معاك، حصل على نوبل يعمل في هذه المستشفى. دكتور مخ واعصاب حصل على نوبل من ضمن الفريق الطبي اللي بيشرف على، ما اعرفش على علاج الشيخ تركي ولا على عامه هو في المستشفى. اللي اعرفه ان في دكتور حصل على نوبل في المستشفى ديت. يعني هو بعيد عن الحالة الطبية، يمكن شرحها لنا الدكتور أمجد حنا، ولكن أنا بسألك مواطن مصري مقيم في نيويورك، وأنت ترددت على المركز وزرته، يعني يعني المصريين والسعوديين هناك أكيد بيبقوا حريصين على بيجوا ناس يزوروا، طبعا بيجوا إذا كان المرضى، يعني بالنسبة للمرضى يعني معلش، يعني المرضى يعني حاجة هاي كلاس اللي بيجي يتعالج فيها المركز ده، لكن كان عايز تزور حد بيسمحوا لك، ما فيش مشاكل. عموما يعني انا من نيويورك حبيت اكلمك عشان برضه ايه الناس تعرف، يعني تاكد ما قاله لنا الدكتور امجد واللي انا قلته الصبح، انه بالفعل من خلال اتصالك بالمركز وربنا الشافي المعافي تاكد وصوله بالامس، وانه هو الان يخضع الى فحوصات وليس هناك. لا هو تاكد فعلا، الموظف الاوربريتور الانفورميشن اداني معلومات، قال لي موجود، بس هو
دخل الفحص الديبارتمنت القسم اللي هو بيبحثوه يعني. نتمنى له السلامة وندعو له بالسلامة. أشكرك شكرا جزيلا. الله يشفيه ويشفي كل مسلم ويبعد عننا الأمراض، وربنا يشفيه ويشفي كل مريض يعني، هو ليه علينا حق طبعا مهما اختلفنا واتفقنا يعني إنسانيا. أتفق معك، أنت راجل محترم. بشكرك أستاذ عبد المنعم تقادم، صديقنا من أمريكا، بشكرك شكرا جزيلا، وبالتحديد من نيويورك. الكابتن أشرف قاسم يمكن هو أول حد لاعب مصري كتب عن الموسيقار تركي آل الشيخ. كتب الكابتن أشرف قاسم خالص الدعاء لمعالي الموسيقار تركي آل الشيخ، يعني الراجل انزعج مما قرأه. الخالص الدعاء لمعالي الموسيقار تركي آل الشيخ بالشفاء العاجل من رحلة العلاج خارج المملكة العربية السعودية، وأن يرجع بإذن الله إلى أسرته وهو في أتم صحة وحال إن شاء الله. له مني كل الأمنيات والدعاء بالشفاء العاجل. ده كلام الكابتن أشرف قاسم قدامكم. كثير من نجوم الفن ونجوم الرياضة كتبوا، وأقول لكم تباعا خلال اللايفات القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني كمان وليد الفراج اللي هو يعتبر الإعلامي المقرب جدا للمستشار تركي آل الشيخ أبو ناصر انتظر كثيرا حتى كتب. يمكن يعني الناس بتاخد معلومات كتير عن طريق وليد الفراج خصوصا في المملكة العربية السعودية الإعلامي الكبير، ولكن تأخر. يعني المستشار تركي آل الشيخ كان نزل على صفحته على انستغرام، طبعا مساعدينه نزلوا صورة لأمريكا، فهو نزل نفس الصورة من على انستغرام تركي آل الشيخ وصورة لي: يا رب ترجع بألف سلامة، ترجع لأسرتك ومحبيك وبدعوات من أحسنت إليهم سرا وعلانية، ألف سلامات يا أبو ناصر. ده الوليد الفراج، وده كتبه منذ قليل. كمان الإعلامي والمعلق العربي الليبي الشهير الكابتن حازم الكديكي تمنى للرجل السلامة، ويعني ودعا له من خلال جروباته الخاصة ومع الأصدقاء الإعلاميين في الوطن العربي كله، ورسائل حب وتقدير من الكل. الكل تناسى أي خلاف وتمنى الشفاء العاجل للرجل، وربنا يرجعه بالسلامة. وخلال الساعات القادمة سنوافيكم إن كان هناك جديد في الحالة الصحية.